استاذه حنان ايه الحكايه بالظبط؟ الحكايه ببساطه شديده ان يوم الاربعاء اللي فات الساعه 9 الصبح في لجنه من المجلس الاعلى للاثار تحديدا قطاع الاثار الاسلاميه والقبطيه توجهت لمسجد ابن زهر في منطقه الشرابيه، وخلال اقل من 3 ساعات فكت واحد من اهم 3 منابر من العصر المملوكي وتحولوا لمجموعه قطع مرميين على الارض. انا سمعت الخبر من بعض الزملاء، رحت جري الساعه 12 ونص تقريبا، كان المنبر متفكك تماما ومحطوط قطع على الارض. منعت في الاول ان انا ادخل المكان واتقال لي ان دي اعمال خاصه بالترميم، فانا قلت انه ده مش ترميم وانه ده عمليه فك، وبعد مجادلات اتاكد المعلومه انه اوكي احنا بنفك المنبر لان احنا عندنا مشروع ومعنا. ولما سالت انتوا ازاي بتفكوا منبر وبتاخدوه باي صفه يعني، اتقال والله في قرار. وانا اطلعت على الورق اللي معاهم وقمت بتصويره بالموبايل بتاعي عشان بس الناس اللي بتنكر ان ما فيش قرار، ان في قرار بنقل 55 منبر اثري وحوالي 65 مبين مشكاة وكرسي مقرئ أو كرسي القارئ يعني وثريات ونجس ضخم في مجموعة من المساجد الأثرية. القرار بحوزتي بالكامل، وقرار اللجنة اللي فعلت قرار مجلس الوزراء بكل تفاصيله بكل الشخصيات اللي مدت عليه من كل قيادات وزارة الأثار لدي بالكامل. وللأسف أنا فوجئت بنفسي رغم اني عندي قرارات، رغم اني صورت الواقع بالكامل فروم اي تو زد من اول ما فككوا لحد ما شحنوا على العربيه نص نقل، فانا مندهشه بصراحه من رد فعل وزاره الاثار. طيب هو يعني هم فسروا لك بايه عمليه التفكيك؟ قال وقتها اصل في حوادث سرقه ومش عارفه ايه، واحنا حابين نفك الحاجات ده جانب. الجانب الثاني ان احنا هنعمل قاعه ضخمه اسمها قاعه الخشبيات في المتحف الكبير، وما فيش حاجه اسمها قاعه الخشبيات باي ذا واي، هو في قاعه للمقتنيات الاسلاميه. وانه ال 55 منبر، وده شيء كان مبهر بالنسبه لي، انه 55 منبر هيتم اعاده تركيبهم، وده الشيء المبهر الثاني لان انا كلمت خبراء من بره مصر اصلا مهتمين بالفن العماره الاسلاميه واللي مسؤولين اصلا عن الجزء الاسلامي مثلا في متحف فيكتوريا والبر في انجلترا، وقالوا ان يستحيل تجميع 55 منبر وعرضهم في قاعة واحدة. ما فيش دولة في الدنيا بتفك 55 منبر. المنبر ده مش حاجة صغيرة على فكرة، المنبر اللي اتفك ده كان ارتفاعه 7.5 متر في 6.5 متر تقريبا، وده حاجة ضخمة يعني. وده المفروض انه في زيه 54 منبر اخر سيتم تفكيكهم، وانا لدي القايمة بيضاوية عشان لو وزارة الاثار كمان انكرت وهنعلنها في حينها. كل ال 55 منبر هيقعدوا في قاعة واحدة يعني، ايه المنطق يعني؟ بس